ازيك عامل ايه؟ كويس. اخبارك ايه؟ بقول لك ايه، احنا عاملين مسابقه كده، تختار المصحف ولا الايفون؟ لا انا مسيحي بس انا اختار المصحف اللي المصحف ما كانش. لا انا مسيحي بس انا اختار المصحف اللي المصحف ما كانش حاجه اللي المصحف ما كانش حاجه. طب ده بتكلم بجد؟ بتكلم بجد. يا عم ده موبايل ايفون ب 13000. لا هو المصحف ما كانش حاجه. انت والله العظيم عسل. اسمك ايه؟ انطونيو. انطونيو؟ ان شاء الله عليك يا انطونيو. بقول لك ايه، ازيك عامل ايه؟ تختار المصحف ولا ال 10 جنيه الجديده ديت؟ 10 جنيه ازاي يا عم؟ ده مصحف كتاب ربنا. خد يا عم 10 جنيه خليها تنفعك. بقول لك ايه؟ تختار موبايل ايفون اكس ماكس ولا المصحف؟ يا عم ده في مصحف احسن من الايفون. طب ليه طيب؟ خد يا عم الايفون خليه ينفعك يا عم. خد بقول لك ايه؟ تختار المصحف ولا موبايل ايفون؟ الايفون يا عم المصحف احسن. اصلا مسيح. طب ماشي يا عم خد. بقول لك ايه، خد تختار الايفون ولا المصحف؟ الايفون. ليه الايفون؟ يعني المصحف احسن من الايفون؟ لا الايفون. خد يا عم الايفون خليه ينفعك يا عم. بقول لك ايه؟ زعلان ليه يا عم؟ زعلان ليه بس؟ مفيش. طب بص تعالى مسابقة كده بسيطة، اختار المصحف ولا الايفون؟ طبعا المصحف ما يتعوضش. يا ابني موبايل ايفون ب 13000 جنيه. لا طبعا. ليه طيب؟ ما يتعوضش. طب عشان انت جميل كده احنا بنهدي لك الموبايل ده، موبايل ايفون. شكرا. اتفضل. والمصحف كمان. حبيبي. ازيك عامل ايه؟ بقول لك احنا عاملين مسابقة كده، تختار المصحف ولا الموبايل ايفون؟ لا هختار المصحف طبعا. ليه طيب؟ ما الموبايل احسن. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. الله عليك. احنا هنسجل معاك. هنسجل معك حلقه على فكره. انت عالم يا ابني والله، ربنا يبارك في عمرك.